العربي صوت الحرية والاشتراكية والوحدة من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. يا جماهير أمتنا العربية العظيمة، اليوم وكل يوم نلتقي عبر الكلمة الحرة والصوت القوي والإيمان العميق من أمتنا العربية العظيمة التي حملت لواء ومشعل الرسالة وقهرت التتار وهزمت الصليبيين وعرست جذور حضارة عالم اليوم. هذه الأمة العظيمة عبر مسيرتها التاريخية لم تعرف اليأس، لم تعرف القنوط، ولم تستكن للمذلة والعدوان. يا جماهير أمتنا العربية المجاهدة، هاتوا أيديكم وافتحوا قلوبكم. إن عهد العمالة والتسلط والرئاسات وعباد الكراسي إلى زوال، ونار الثورة ستحرق سفينة الرجعية، وها هو عصر جديد قد طلع في الأفق يبشر بالخير والتقدم. إن عصر الجماهير قد طلعت شمسه وأطل نوره، وها هي جماهير شعبنا ترى النور من جديد وتزحف في صفوف متراصفة قوية تبشر بالحرية وتبني الاشتراكية وتناضل من أجل الوحدة. يا جماهير أمتنا العربية، في الثورة الشعبية الطريق وفي المؤتمرات الشعبية سيادة الشعب وفي اللجان الشعبية الحكم الحقيقي بالجماهير، فلتتقدمي يا زحوف أمتنا في القوات المسلحة العربية وفي شباب أمتنا وقواها العاملة وفلاحيها، فأنت صاحبة الأرض وصاحبة الحق. إنه عصر جديد يلوح في الأفق، إنه عصر الجماهير صاحبة الثروة والسلطة والسلاح. شعار يا جماهير أمتنا أن تبقى فلسطين سليبة، عار يا جماهير أمتنا أن يبقى الخليج مهددا، عار أن يعود الاستعمار إلى المنطقة بعد أن كانت حراما عليه. هيا يا جماهير العروبة إلى مزيد من التلاحم نحو تحقيق الوحدة العربية. إننا معكم على طريق الثورة الشعبية، ومن أرض الفاتح نناديكم ونقول لكم حيا على الجهاد. Thank you.
والوحدة. إخوتنا من أبناء أمتنا العربية المجاهدة مستمعين الأعزاء في كل مكان، أسعد الله مساءكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة صوت الوطن العربي، صوت الحرية والاشتراكية والوحدة، تحييكم جميعا وتبدأ بث برامجها لهذه الفترة من يوم الثلاثاء 23 من ربيع الآخر عام 89 و300 من وفاة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. برامج هذه الفترة تبدأ من الآن وتستمر حتى الساعة 5 من صباح الغد بإذن الله تعالى وتوفيقه. نوجه رسالنا إلى مستمعينا في جنوب مصر والسودان ووسط أفريقيا على الموجة القصيرة 11.69 مليون دورة في الثانية حسب مقياس هرتز. كما نبث إرسالنا إلى مستمعين في الشرق الأوسط والوطن العربي على ذبذبة قدرها 11.7 مليون دورة في الثانية حسب مقياس هرتز، أي بموجة طولها 25.7 متر. وإلى مستمعين في المغرب العربي وأمريكا الشمالية على ذبذبة قدرها 9.5 مليون دورة في الثانية حسب مقياس هرتز، أي بموجة طولها 31.57 مترا. وإلى مستمعين في غرب أوروبا على ذبذبة قدرها 11.715 مليون دورة في الثانية حسب مقياس هرتز. كما نبث رسالة على الموجات المتوسطة التي أطوالها في الأمتار 2 متر و200 و40 و100 متر، وتنضم الموجة المتوسطة 45 و400 متر عند الساعة الواحدة صباحا إلى بقية موجات العامدة. كما إذاعة صوت الوطن العربي، صوت الحرية والاشتراكية والوحدة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.